السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بافضل حال ان شاء الله. النهارده هنبدا نكمل بعد اخر جزئيه كنا واقفين عندها، الا وهي جزئيه التارجت. النهارده هنبدا نكمل على الجزئيه او بوينت مهمه جدا برضو من البوينتس اللي انت لازم تبدا تفوكس عليها، وهي طبعا هي دي الميرور بالنسبه لك، اللي هتجيب لك الشغل بتاعك، او اللي هتشغلك في مكان كويس، او اللي هتديك نولج او كونسبت عن الماده العلميه او الماده العلميه الجديده او التكنولوجيز الجديده، الا وهي الماركت نيدز. طبعا احنا بنشتغل من البدايه وبدانا نتكلم على هاو تو ستارت يور كارير، عرفنا ايه الكاريرز المختلفه الموجوده، تبتدي في الكارير ده ازاي، والكارير ده قصته ايه، وده بيتكلم عن ايه، والكارير ده البنفلنس بتاعته ايه، وانا استفدت من ده ولا لا. وبدانا بعد كده تجمع النولج بتاعتك ازاي، عن طريق الكورسز، وانك تقرا كويس، وانك تجيب الاكسبيرينس بتاعتك من الناس و الى اخره. وبدانا بعد كده نبدا نتكلم على البوزيشن، وبعد كده بدانا نتكلم على التارجت بتاعك، عشان نوصل في النهايه ان انت لازم تكون عارف الماركت دي طالب ايه، وبناء عليه هتاخد الكورسز وهتجمع النولج وهتقرا وهترسيرش، تاخد الاكسبيرينس من الناس، وتكون عارف البوزيشن بتاعك والكارير بتاعك اللي انت ابتديت فيهم هم ايه بالظبط، بناء على ايه، على الماركت نيدز. خلينا نفكر بطريقه يعني تكنيكال شويه، او طريقه بناء على البيزنس عموما. ليه؟ خليني بس اقول لكم معلومه للناس اللي بتفكر ان انك تمشي بمبدأ او بمنطلق كل الناس مشي فيه، او كل الناس بتمشي بمنطلق ده، انت بتفكر غلط. حاول تخلي طريقة تفكيرك مختلفة بناء على الماركت نيدز، مش بناء على طريقة تفكير الناس. ليه؟ ومش معنى اسف مش معنى ان انا بقول الكلام ده يبقى انا بقول ان انت مثلا بتمشي ورا الشخص الخطا، او الشخص ده بيقول لك كلام مش مظبوط، او لا، انا ما اقصدش كده خالص. انا اقصد حاول تخلي نظرتك للتكنولوجيز عموما هي نظره الماركت للتكنولوجي دي، بمعنى حاول تبدا تفوكس على التكنولوجيز الجديده اللي الماركت طالبها، وخصوصا ان التكنولوجيز دي ديبندنت على تكنولوجيز تانية تتطلب انك تكون فاهم كويس جدا للتكنولوجي اللي الديبندنس عليه عشان تقدر تكمل في التكنولوجي دي. بمعنى دلوقتي العالم بدا يفوكس على بعض التكنولوجيز الجديده، هم طفره العالم حاليا في الفتره اللي احنا عايشينها. تمام؟ مفيش اي مكان او اي مؤسسه او اي منطقه او اي شركه في الفتره الجايه هتخلو من الحاجات دي. اوريدي بعض الشركات يتوفر فيها كل الحاجات دي، واوريدي بعض الشركات يتوفر فيها تكنولوجي او اتنين او تلاته او اربعه، بناء على حسب البنفيتس بتاعت التكنولوجي دي، او على حسب الكاستمر نيدز، او الكاستمر طالب ايه، او الكاستمر محتاج ايه. كل ده بناء على الحاجات دي كلها. بصوا، السبب في وجود اي تكنولوجي جديده هي حاجه واحده بس، البيزنس كيس اللي هتمثلها تكنولوجي دي للكاستمر، وهتوفر عليه ايه، وهتديله بنفيتس ايه، وهل يا ترى التكنولوجي دي هتكون مفيده ليه ولا مش هتزود له حاجه. تاني، السبب الرئيسي في وجود اي تكنولوجي جديده على مستوى العالم في اي انفايرمنت، هو السبب الرئيسي فيها هي البيزنس كيس بالنسبه للكاستمر. هل هتفرق معاه البنفيتس بتاعته او الفيتشرز بتاعته او الحاجات اللي الكاستمر لو احتاج او اشتغل بالتكنولوجي دي هتوفر عليه، ولا الموضوع بالنسبه له هي انفستمنت زياده عن اللزوم ومش هيفرق معاه في حاجه؟ طبعا دي رقم واحد ولازم تحطها في دماغك. اوريدي هناخد بعد كده حاجات ان التكنولوجي بتطور في الناس وبتطور في العلم وبتخلي طريقه تفكير الناس شغاله، وان التكنولوجي كويسه وبتوفر لنا حاجات كتير، بس طبعا كل الكلام ده حطه على جنب في كفه، وخلي في الكفه الثانيه هي البيزنس كيس بتاعه التكنولوجي دي. لازم تكون فاهم كويس جدا حاجه زي كده، والا هيفرق معاك، يعني الموضوع ده هياثر معاك في حاجات كتير. تمام؟ لازم تبدا تركز او تبدا تفوكس على الحاجه دي، لان الحاجه دي مهمه جدا جدا جدا. طيب الماركت عموما دلوقتي طالب ايه، او طالب ناس مين، او مين الناس اللي بيبدا يفوكس عليها؟ الفايف تكنولوجي او السكس تكنولوجيز اللي انا هتكلم فيهم دلوقتي، دول اللي العالم بدا يفوكس عليهم
طبعا كل فيندور بيخش في مرتبهم بناء على احتياجات الكاستمر للحاجه دي، او بناء على البرودكتس اللي ممكن الكاستمر يقدمها في الحاجات دي. تمام، اول حاجه او بدون دخول في ترتيب خالص، ايه هم التكنولوجيز اللي العالم بيفوكس عليهم؟ مش هقول لكم بالنسبه لي، بس هقول من بعض الفيندورز يقول لك نمبر 1 هي الفويس اوفر اي بي تكنولوجي، نمبر 2 هي الداتا سنتر، نمبر 3 الاستورج والفيرشواليزيشن والكلاود والديزاين تكنولوجي والانفورميشن سكيورتي تكنولوجي. تمام، دول ال 6 او ال 7 تكنولوجيز اللي العالم بدا يفوكس عليهم. في اوريدي تكنولوجيز موجوده من زمان، بس الناس بتبص لها من طريقه اكاديمي شويه. احنا خلينا نبص لها من منطلق البيزنس كيس بتاعه التكنولوجي، وليس طريقه التفكير الاكاديمي للتكنولوجي. بمعنى ايه؟ هيطرح كل كلامي دلوقتي. تمام، في يا جماعه دلوقتي في 6 او 7 تكنولوجيز العالم بدا يفوكس عليهم، لازم تبدا تفكر اوريدي في كل تكنولوجي من التكنولوجي دي وتختار لك واحده منهم، لانه حاليا في الفتره دي او الفتره اللي جايه العالم هي بارادايم شيفت للحاجه دي، وكل الناس هتبدا تفوكس عليها. اوريدي دلوقتي مفيش داتا سنتر عموما بتخلى من ستورج او فيرشواليزيشن او كلاود تكنولوجيز، او بتخلى من فكره الفويس اوفر اي بي تكنولوجي، او بتخلى من البرودكت او الداتا سنتر تكنولوجيز، او بتخلى من فكره الديزاين عموما. بس الديزاين سيبها للاخر شويه. بعض التكنولوجيز تتطرق انها تخش في مجال انفورميشن سكيورتي سريعا. خلينا كده نتكلم ونخلي الكلام ابليكابل على كل التكنولوجيز سواء. نمبر 1، ايه اللي يخليني مثلا استخدم تكنولوجي جديده زي الفويب او الداتا سنتر او الكلاود او الفيرشواليزيشن او الاستورج او الانفورميشن سكيورتي او الديزاين؟ ايه اللي يخليني مثلا استخدم اي تكنولوجي مثلا فور اكزامبل من التكنولوجيز اللي فوق دول؟ اوكي؟ ايه اللي يخليني استخدم تكنولوجي من الفايف تكنولوجيز دول؟ الكوست بالنسبه للكاستمر، ولا الفيتشرز اللي التكنولوجي ده هتقدمها، ولا السنترلايزد ادمنستريشن، ولا ايه بالظبط؟ ايه اللي يفرق مع الكاستمر؟ ريلابيلتي، افيلابيلتي، سكيورتي، ايه اللي يفرق مع الكاستمر في الحاجات دي؟ طبعا كل الحاجات او كل الكلام اللي انا اتكلمت فيه، كل تكنولوجي من دول بتوفر الحاجات دي. بمعنى الفويس اوفر اي بي تكنولوجي وفرت على الكاستمر كوست كبير جدا 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 جدا. الفيرشواليزيشن تكنولوجي وفرت على الكاستمر كوست كبيره جدا 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 جدا. الكلاود وفرت برضو على الكاستمر حاجات كتيره جدا، وقدمت له فيتشرز كتيره جدا من ضمنها الباك اب تكنولوجي وما خلافه والى اخره الى اخره. الستورج تكنولوجي ومسمياتها والتكنولوجيز المختلفه منها بناء على الكاستمر اللي انت هتجيب، او بناء على الفيندور اللي انت هتجيب منه تكنولوجي، طبعا المسميات بتختلف والفيتشرز بتختلف والسايكل بتاع الحاجه دي بيختلف بناء على الفيندور اللي انت بتجيب الفيندور اللي انت بتجيب منه تكنولوجي. المهم ان انا عايز ارجع في النهايه ان في 5 تكنولوجيز لازم تبدا تفوكس على تكنولوجي منهم، والا في وقت من الاوقات هتحس ان انت محتاج تطور في نفسك، بس مش عارف تطور في نفسك ازاي، لانه التكنولوجي دي كلها الى حد ما جديده. فحاول تطور في نفسك والتكنولوجي لسه جديده، افضل بكتير من انك تطور في نفسك بعد ما التكنولوجي تكون اخد وضعها في الماركت. فبالنسبه لك الموضوع هيكون صعب شويه في انك تشفت مثلا الكارير بتاعك من راوتنج سويتشنج مثلا تخش على فويب او داتا سنتر او فيرشواليزيشن او كلاود او ستورج عموما. تمام، ايه اللي يخلينا نتكلم، ايه اللي هيخلينا نخش في اي تكنولوجي من التكنولوجيز دي؟ هي مسمى الماركت نيدز. لازم تبدا تفوكس على احتياجات الماركت عشان تقدر تخش جوه الماركت وتبدا تعمل تكمبيت وتقدر تكمل وتقدر تظبط نفسك بحيث انك تقدر تكمل في الكاريرز المختلفه دي. تمام، الفويس اوفر اي بي تكنولوجي طبعا من التكنولوجي اللذيذه جدا، البريفنس بتاعتها او الفيتشرز اللي بتقدمها، بتقدم فيتشرز كتيره جدا جدا جدا، وفرت على الكاستمرز كوست كبيره جدا جدا جدا. هنبدا نتكلم عنها في حينها بما اننا هنتكلم عن الفويس اوفر اي بي تكنولوجي، بس خلينا نتكلم عن الحاجات التانيه. داتا سنتر سنترلايزد ديفايسز ادمنستريشن، كل الديفايسز بتاعتك موجوده في مكان واحد، المكان ده له شروطه له حيثياته له طبعا
الشروط بتاعته اللي ممكن انت لو التزمت بيها تقدم لك سنترلايزد ادمنستريشن كويسه. طبعا الكلاود نفس القصه، الفيرشواليزيشن نفس القصه، الاستورج نفس القصه، كل تكنولوجي من دول لها فيتشرز زياده بتقدم لك حاجه زياده التكنولوجي اللي كانت قبل منها ما كانتش موجوده. طبعا انا مش هخوض في شرح كل تكنولوجي لان ده مش مجالنا، احنا مجالنا بس نفتح الافق للتفكير بحيث انك دماغك ما تتقفلش في حته معينه. خلينا نوسع طرق التفكير شويه ونقول انك مثلا اوريدي شخص معاك راوتنج سويتشنج تكنولوجي، تمام؟ طيب في ناس كتيرة جدا معاها راوتنج سويتشنج، ليه ما تفكرش مثلا انك تخش في مجال مثلا زي الفويب، او تخش في مجال مثلا زي الداتا سنتر، او تخش في الاستورج او الفيرشواليزيشن او الكلاود او الانفورميشن سكيورتي او الديزاين. ليه ما تخشش في اي كارير من الكاريرز دي؟ هل انت شايف ان انت مثلا مكانك ده في البوينت دي حاجه كويسه؟ انت شايف في وقت من الاوقات ان التكنولوجي بتاعتك هتفضل عايشه وهتكون بيت طول ما انت ماشي وهتطور في نفسك، ولا التكنولوجي خلاص جابت اخرها وما عادش فيها تطوير؟ لو انت اوريدي شخص اوريدي مثلا سيستم انجينير، او اوريدي مثلا شخص نتورك انجينير، انا مش هقول لك ان انا هنصحك، بس يفضل انك تبدا تفوكس او تتارجت على تكنولوجي من التكنولوجيز دي عشان تقدر تكمبيت في الماركت عموما، وتقدر تسرفايف لنفسك انك تقدر تكمل فتره طويله احسن بكتير من انك تموت وانت مش عارف انت بتموت ليه، لان التكنولوجي اللي اوريدي معاك بدات تموت او مش بتموت اوريدي. بقى بالنسبه للتكنولوجيز الثانيه هي موست انفراستراكشر او البيسك انفراستراكشر اللي كل الناس اوريدي عارفينها. خليني افترض معاك اكزامبل وانتوا هتفكروا في الكلام اللي انا بقوله دلوقتي. احنا زي ما انا قلت قبل كده في البرزنتيشن، ضمن البرزنتيشن اللي انا اتكلمت فيها، قلت دلوقتي كل التكنولوجيز عموما لا تتعدى الاوسايلير سيستم، الاوسايلير اوبن سيستم انتر كونكشن، وهو السايكل بتاع التكنولوجيز عموما او المحور بتاع التكنولوجي اللي التكنولوجيز كلها بتدور حواليه. الاوسايلير هو عباره عن 7 لايرز، كل تكنولوجي من التكنولوجيز اللي احنا بنعيشها حديثا لا تتعدى ال 7 لايرز دول. من اول الكيبلنج وانت طالع من الفيزيكال لاير لحد ما توصل للابلكيشن الموجوده في اللاير 7 وهي الابلكيشن لاير. من اول ما تنزل من فوق لحد الفيزيكال لاير كل تكنولوجيز موجوده او تتمحور حوالين ال 7 لايرز، تمام؟ البيسك انفراستراكشر زي ما انا قلت الكلام ده قبل كده هي لاير 2 لاير 3 سويتشنج لاير 2 راوتنج لاير 3، تمام؟ بقى البيسك انفراستراكشر دلوقتي هو السكيورتي كمان، انك تفهم فاير وول او تفهم القصه في السكيورتي او الدنيا فيه ماشيه عامله ازاي، او انك تسكيور اللاند بتاعتك او الدنيا فيها ماشيه عامله ازاي. ده بقى عند بعض الناس بقى بيسك انفراستراكشر انك تكون فاهم سكيورتي لحد ما. طيب بعد كده لو طلعنا فوق شويه في لاير اعلى شويه ونطلع اللاير الاعلى خالص الابلكيشن، هتلاقي ان السيستم بيتمحور حوالين سيستم وحوالين بعض الابلكيشن، ايا كان السيستم ده انت هتجيبه من فيندر زي لينكس او هتجيبه من فيندر تاني زي مايكروسوفت. ولو جينا نخش عند فيندر زي مايكروسوفت هتلاقي ان انت عندك السيستم او الكيرنل اللي كل الابلكيشن بتدور حواليها زي الاكستشينج والتي ام جي واللينك و السيستم سنتر وما خلاف، كل دي ابلكيشن بتتمحور حوالين السيستم وبتلعب حوالين السيستم، بس مكان شغلها في حته واحده او في منطقه واحده الا وهي حته السيستم. طيب لو جينا بقى ندور على كام تكنولوجي ثانيه كده زي الفيرشواليزيشن والكلاود والستورج والداتا سنتر والفاير، هتلاقي التكنولوجي دي موجوده اوريدي جوه الاسرائيليه. بس احنا كترتيبا لطرق التفكير او كترتيبا للكورسز اللي احنا بناخدها من اول ما نبتدي، بتبقى بدايتنا اوريدي في البدايه بتكون راوتنج وسويتشنج، وبعد كده بعض الناس بتخش في تراكين، يا اما بيخشوا في تراك السيستم وبيكملوا السيستم بالابلكيشنز بتاعته، يا اما بيخش في مجال الراوتنج وسويتشنج بيكمل في مجال الراوتنج وسويتشنج برضه وبيقف على كده وما بيش بيكمل، يا اما يخش في مجال زي مجال السكيورتي. طبعا انا مش بقول الكلام ده ان مجال السكيورتي يعني مجال الشهر زاد عن اللزوم، لا انا اقصد اقول ان دي بقى تكنولوجي بقى بالنسبه لنا صوره بديهيه ان انا الاقي واحد بتاع سكيورتي عادي جدا، يعني ايه المشكله؟ في منه كتير. صوره بديهيه ان انا الاقي واحد مثلا يوتيوب سويتشنج عادي جدا في منه كتير،
صوره بديهيه جدا ان انا الاقي مثلا واحد بتاع سيستم اكتر الناس بتوع السيستم في الماركت عموما يعني. بس مش عادي ان الاقي حد مثلا بتاع داتا سنتر فاهم داتا سنتر كويس، او الاقي حد بتاع فيرشواليزيشن وكلاود وستورج كويس جدا، او الاقي حد بتاع فويب كويس مش بالصوره، او ما بيعديش عليا بسهوله ان الاقي حد كده واسيبه يعدي عليا بسهوله، او ان الاقي حد فاهم انفورميشن سكيورتي كويس او تي ساين كويس. ده اللي انا عايز اوصله في النهايه. حاول توسع الافق بتاعك بناء على احتياجات الماركت، وليس بالطريقه الاكاديميه اللي احنا كلنا متعودين عليها. فتره من الفترات كان الماركت يتطلب ناس عندهم راوتر فاهمين راوتر وسويتش كويس جدا، ودي فتره بدايه ال 2000 و 2000 لحد مثلا 2006 2007 خلاص كانت التكنولوجي بتاعت الراوتنج والسويتشنج خلاص بدات تخش في افق ان بقى في ناس كتير جدا راوتنج والسويتشنج. بدانا بقى نخش في التكنولوجيز الاحدث او التكنولوجيز الديبندنت على الراوتنج والسويتشنج زي كلاود فيرشواليزيشن داتا سنتر فويب ستورج انفورميشن سكيورتي ديزاين. كل التكنولوجي دي ديبندنت على الراوتنج والسويتشنج، الا وهي البيسك انفراستراكشر وهي لاير 2 لاير 3 تمام. طيب انت برضو عايز توصل ليه؟ لا انا عايز اوصل في بوينت صغيره جدا، انه حاول تاخد او حاول تفهم البيسك انفراستراكشر الا وهي الراوتر والسويتشنج، وبعد كده تبدا تتخصص التخصص بتاعك الا وهو اي حاجه من الحاجات التانية دي فويب داتا سنتر كلاود فيرتشواليزيشن ستورج انفورميشن سكيورتي دي ساين. طبعا انا ما اتكلمش عن ساين او انفورميشن سكيورتي دول سنه للاخر تمام، حته بزنس شويه، بس نتكلم في الحاجات اللي مطلوبه شوية. طبعا الفويب دلوقتي لو جينا نشوف خلينا كده نخش بس في مقارنة سريعة كده ما بين مثلا تكنولوجي زي الراوتر والسويتشنج وحاجة مثلا زي الداتا سنتر. تعال نقارن كده عدد الناس السي سي ايز في العالم مقارنة اي اي راوتر والسويتشنج بي اي اي داتا سنتر. هتلاقي مثلا ان اي اي راوتر والسويتشنج مثلا 37 38 الف شخص على مستوى العالم سي سي اي راوتر سيرشن، بس كان في واحد سي سي اي داتا سنتر مثلا 80 واحد 90 100 واحد سي سي اي داتا سنتر. طبعا 95 اذا ما كانش 99% منهم اصلا شغالين جوه سيسكو. تعال نخش نشوف كلاود زي الفويس اوفر اي بي، كم واحد في العالم عايز سي سي اي مثلا فويب، او بلاش كده كم واحد في الدنيا فاهم فويب كويس، وكم واحد في الدنيا فاهم راوتنج والسويتشنج كويس. طبعا لو جينا نقارن ما بين كده وكده برضه هتلاقي ان الراوتنج والسويتشنج كتكنولوجي كتير جدا 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 فاهمين راوتنج والسويتشنج، بس مش كتير جدا فاهمين فويب. تعال نقارن ما بين مثلا السيستم كسيستم في اصوله، وانك تكون مثلا فاهم اكتف دايركتوري، فاهم مثلا تشينج، فاهم اي تكنولوجي او اي ابلكيشن ديبند على السيستم، بس البيسك انفراستراكشر اللي موجوده جوه اي نتورك اللي هو الانفايرمنت بتاعي الخاص مثلا بسيستم زي مايكروسوفت. عند بقى الناس السيستم انجينيرز اللي لهم علاقه بالاكتف دايركتوريز او بالموست انفراستراكشر اللي هم الحاجات اللي لها علاقه بالسيستم شويه، بس مش تكنولوجي جديده، هي تكنولوجي اوريدي قديمه وهي الانفراستراكشر بتاعت السيستم مثلا. قارن ما بين الناس اللي مثلا فاهمين سيستم كويس بس فاهمين سيستم بس، وقارن ما بين الناس الكلاود اللي مثلا راحوا جابوا، او خلينا نقول حاجه قريبه مثلا حته الفيرتشواليزيشن تكنولوجي من 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 فيندر، الفيندر ده اوريدي اصلا بتاع سيستم، وقارن عدد الناس اللي فاهم فيرتشواليزيشن تكنولوجي ديبندنت على السيستم وما بين الناس اللي فاهم السيستم بس، على الرغم ان الفيرتشواليزيشن تكنولوجي اصلا بيست على السيستم في الفيندور ده، وقارن ما بين الناس اللي فاهمين فيرتشواليزيشن بس، وقارن ما بين الناس اللي فاهمين فيرتشواليزيشن ان بابليك من كل الفيندورز، يعني فاهمين مثلا فيرتشواليزيشن مايكروسوفت عاملين في الفيرتشواليزيشن مايكروسوفت مثلا في برودكت زي هايبر في، فاهمين مثلا فيرتشواليزيشن تكنولوجي من ليجوين، فاهمين فيرتشواليزيشن تكنولوجي من سيتريكس، اي كان بقى تكنولوجي انت جايبه منين، المهم انه فاهم فيرتشواليزيشن تكنولوجي كويس تمام. نفس القصه برضه بالنسبه للستورج،
الاستورج دي، هل الاستورج دي ديبندت على تكنولوجي ثانيه ولا تكنولوجي واحده؟ لو انت قارن مثلا ما بين الناس اللي اوريدي فاهمين سيستم كويس، او اللي فاهمين لاوت كونسيشن كويس، او اللي فاهمين اي تكنولوجي مشهوره، وما بين تكنولوجي مثلا النبضه زي الاستورج الى حد ما، هتلاقي ان طبعا العدد كبير جدا 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 مقارنه بالناس اللي عارفين الاستورج، على الرغم ان حاليا دلوقتي ما فيش اي نتورك في الدنيا دلوقتي او اي داتا سنتر بتاخده من استورج. لازم يكون في استورج، لازم يكون في استورج، لازم يكون في استورج. برضه نفس القصة، مفيش أي نتورك دلوقتي عموما، وفي دلوقتي في أي نتورك دلوقتي بتخلى من الفيرشواليزيشن تكنولوجي. ليه؟ إيه اللي يخليني أجيب مثلا 10 سيرفرز؟ بدون إن أنا ممكن أجيب سيرفر واحد وأو عليه فيرشواليزيشن تكنولوجي من أي فيرشواليزيشن تكنولوجي وأشتغل فيرشوال. بلس كمان إن الفيرشواليزيشن تكنولوجي اتعمقت في التكنولوجي لدرجة إنه يعني مهما كان الدنيا عندك مهيسة، عندك باك اب على الفيرشواليزيشن تكنولوجي. بدون الدخول برضه في تفاصيل، برضه الكلاود نفس القصة. شوف مين الفيندور اللي بيقدم التكنولوجي، شوف التكنولوجي دي ديبندنت على تكنولوجي ثانية ولا لا، وفي نفس الوقت قارن ما بين التكنولوجي دي بما انها تكنولوجي جديدة وما بين التكنولوجي اللي هي ديبندنت عليها. شوف هل الكلاود دي ديبندنت على سيستم ولا لا. لو ديبندنت على سيستم، قارن ما بين الناس اللي فاهمين التكنولوجي دي الكلاود بس، ما بين الناس اللي فاهمين سيستم بس، وقارن ما بين الناس اللي فاهمين كلاود وسيستم مع بعض. هتلاقي العدد قليل جدا مقارنه بالناس اللي فاهمين سيستم، مقارنه بالناس اللي فاهمين كلاود. تمام. المقصد من الحوار ده كله ان انت لازم تغير طريقه تفكيرك، انك تمشي بالطريقه الاكاديمي، وانك تبدا تبص للماركت طالب ايه، لان هو الماركت ده هو اللي بيحركنا كلنا. انا مثلا اريد النهارده فور اكزامبل، مثلا انا ريت ريسيرشر، بس لما طلعت عشان اشتغل لقيت الناس كتير جدا راوتنج وسويتشنج، ومجال الى حد ما الناس كلها بقت فاهماه، وبقى البيسك انفراستراكشر والموست فاندمنتال بتاعه النتورك ان كل الناس دلوقتي بقت فاهمه راوتنج وسويتشنج، كل الناس بقت فاهمه راوتنج وسويتشنج. بلس كمان ان الطبيعي دلوقتي ان انت لازم تكون فاهم راوتنج وسويتشنج وده اللي هو ايه، قد يكون داتا سنتر، قد يكون فويب، قد يكون ستورج، قد يكون فيرتشواليزيشن، قد يكون كلاود. لازم تكون فاهم حاجه ومعاها حاجه ثانيه. الحاجه الاولى اللي هو راوتنج سويتشنج، لان البيسك انفراستراكشر، ولازم تكون فاهم معاه لحد ما اي تكنولوجيا من التكنولوجيز الجديده. حتى الناس بتوع السيستم، الناس بتوع السيستم لازم تكون فاهم الى حد ما راوتنج سويتشنج. في وقت من الاوقات هتبقى مضطر غصب عنك انك تذاكر راوتنج سويتشنج، هتبقى مضطر انك تذاكر سي سي بي راوتنج سويتشنج. طب انا راجل بتاع سيستم يفرق معايا في وقت ما توصل انك هتذاكر راوتر سويتشنج، هتعرف انا معنى الكلام اللي انا بقوله لك ده كويس جدا، وهتفهم كويس جدا ان اي حد سيستم انجينير قوي جدا 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 في مجاله اكيد فاهم راوتر سويتشنج. ليه؟ عشان خاطر دي الموست انفراستراكشر اللي حضرتك لازم تكون عارفها، وده مقصد الكلام اللي انا بلف ودور عليه من البدايه، من اول سلايد خالص، انك هتبدا توصل في النهايه وتقدر تقرر وتشوف الماركت دي طالب ايه بناء على النولج اللي انت قدرت تجمعها عن التريكس او عن الـ عن الـ عن الـ عن الحاجات الجديده او التكنولوجيز الجديده، من بلوجز بقى جمعتها، من ريسيرش جمعتها، من اكسبيرينس بتاعت ناس جمعتها، من ميتنج. المهم انك عرفت التكنولوجيز الجديده ولازم تتفوكس عليها. تمام. وخلينا برضو نبدا نخش مثلا في حاجه زي الانفورميشن سيكيورتي. طبعا انا بشوف ناس كتيره جدا سيكيورتي، بس مش بقابل ناس كتيره جدا انفورميشن سيكيورتي. بصوا، في ناس ممكن تقابل واحد يقول لك بص انا بتاع هاكر، انا بتاع هاكينج، انا بتاع، انا راجل برنس، انا اقدر اعمل اي حاجه. الكلام ده كله طبعا فاكس، مش حاجه في الماركت كده اسمها كده اصلا، حاجه اسمها بنتريشن تيستينج او بنتريشن تيستر، او الشخص ده انفورميشن سكيورتي انجينير. تمام. طبعا انفورميشن سكيورتي كتكنولوجي من ضمن التكنولوجيز دلوقتي برضه المطلوبه كتير جدا جدا، بس صيتها مش مسمع في كل اسف في كل المؤسسات، بعض المؤسسات فقط اللي بتطلب ناس انفورميشن سكيورتي. واعتقد انه الناس بتوع الاديتنج يعرفوا حاجه زي كده كويس جدا، او الناس اللي قرت كويس جدا في الاديتنج يعرف ان هم دايما بيحتاجوا ناس انفورميشن سكيورتي. والناس اللي تعرف ايزو كويس، ايزو 27001 يعرف كويس جدا انا بتكلم عن ايه بالنسبه للانفورميشن سكيورتي، او بالنسبه لفكره الايزو عموما. فكره الانفورميشن سكيورتي انك هتوصل في وقت من الاوقات انك هتبدا تدي ايزو للشركات
اللي موجوده في الماركت عموما الايزو دي اسمها ايزو 27001. الايزو دي معناها انك بتبني عند الكاستمر سيستم كامل. السيستم ده هو انك ازاي تسكيور اللان والوان وتبني استراكشر للنتورك بتاعتك بحيث انك تبدا تسكيور كل حاجه وتبدا تضغط على كل سكيورتي فولنربيلتي جوه النتورك بتاعتك بحيث انك ما يبقاش عندك اي ثغرات نهائي. طبعا الكلام ده مش صحيح بس لحد ما انك بتعمل القصه دي بتيجي منين؟ فور اكزامبل انت مثلا راجل بتاع سيستم انت عدد اليوزرز اللي عندك قد ايه؟ انت مستخدم مثلا فور اكزامبل انهي مثلا فيرجن من السيستم انت بتستخدمه؟ بتستخدم مايكروسوفت ولا بتستخدم لينكس؟ ليه بتستخدم مايكروسوفت؟ عدد اليوزرز عندك قد ايه؟ عدد الباسورد اللي انت مكريتها اليوزرز قد ايه؟ طيب لو انت عندك اكتر من الابلكيشن بتستخدم نفس اليوزر ولا لا؟ بتستخدم نفس الباسورد ولا لا؟ طب الباسورد بتاعتك معقده فيري كومبلكس ولا كومبلكس؟ طب الباسورد بتاعتك ممكن تتغير قد ايه؟ طيب لو انا غيرت الباسورد بتاعتي النهارده ممكن السايكل بتاعها عشان اقدر اغير الباسورد تاني دي هتيجي بقى مثلا بعد دي. انا مثلا غيرت الباسورد بتاعتي النهارده مثلا 1 2 3 وجيت بكره غيرت الباسورد دي وخليتها 3 4 5، هل لو انا جيت غيرت 3 4 5 دي بعد بكره وخليتها 1 2 3 هتقدر تتغير معايا ولا لا؟ دي هترجع برضو تشوف في بعض الناس يقول لك لا انا عايز اخلي الشخص ده لو جه غير الباسورد بتاعته النهارده وغيرها بكره الباسورد بتاعته بتاعت النهارده دي ما يقدرش يغيرها الا لما عدى عليها خمسه يعدى عليها مثلا 10 مرات يغير فيها باسورد وبعد كده يرجع للسايكل بتاعته من اول. دي سكيورتي برضو او الناس او انفورميشن سكيورتي او انك تقدر تسكيور الحته دي كويس بحيث انك ما تفتحش ثغره لحد ما يقدر يخش لك من الحته دي. طبعا التكنيكس بتاعت الحاجات دي كتيره، انا بقول لك فور اكزامبل على سبيل المثال طبعا في حاجات كتيره جدا وفي تكنيكس كتيره جدا وفي تكنولوجي كتيره جدا 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 بتتكلم في الحته دي بدون الدخول برضو في تفاصيل. ليه ما تبقاش او تبدا انك تبدا تكمبيت في حته زي كده وتبدا تخش في حته زي كده على الرغم من شغلها في اماكن معديه جدا 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 والسكيورتي بتاعها وللاسف السيرفر بتاعها كويس جدا وبتبدا تبني كاريزما لنفسك كويسه جدا. ليه؟ لان الانفورميشن سكيورتي زي ما انتم عارفين او زي ما بعض الناس عارفين هو تراك مش سهل او تراك الوصول ليه حاجه مش سهله. يعني ليه تبدا تخش في كورس تبدا تاخد كورسز كتيره وهتضيع وقت كتير في انك تجمع نوع نولج عن حاجات كتير جدا بس تضييع الوقت اللي انت اخدته ده هيفيدك بعد كده في انك توصل لحاجه او كارير مناسب مش كل الناس بتفهم فيه. تمام؟ خليني برضو اتكلم عن حاجه مثلا زي الديزاين. الديزاين له علاقه بالتكنولوجي بلس البيزنس. يعني مثلا هيدخلك مثلا في بوزيشن مثلا زي بوزيشن البري سيلز. بريسيلز انا اتكلمت عن البوزيشن ده قبل كده وهو الشخص اللي فاهم تكنولوجي كويس وفاهم سيلز كويس. تلاقي دايما الناس اللي بيشتغل في الحته دي فاهم ديزاين كويس. ليه؟ لانه يقدر يكستمايز للكاستمر هو محتاج ايه بالظبط بناء على حاجتين. التكنولوجي اللي هو داخل فيها وبيشرح للكاستمر وفي نفس الوقت بيقدر يلبي احتياجات الكاستمر بالديزاين اللي هو بيقدر يقدمه له بناء على فهمه كويس جدا للحته دي وترتيب الديفايسز ومكانها وشغلها والقصص دي كلها. فاللي انا عايز اقوله ان كورس الديزاين ده هو كورس الى حد ما يميل شويه لحته البيزنس للناس اللي عايزه تخش في حته البيزنس مع فاهم التكنولوجي كويس وعايزه تخش في حته المانجمنت شويه انك تكون فاهم ديزاين الى حد ما ده هيفرق معاك انت كشخص وهيدخلك في الى حد ما سايكل تاني شويه بس الى حد ما السايكل ده ما خرجش بره النتوركينج عموما. تمام؟ بلس كمان ان الشخص اللي فاهم ديزاين كويس يقدر يعني يقدر يبتكر ويبدع في الفهم كويس جدا للنتوركينج ويقدر يفيد شركته في الحته دي كويس سواء كان شغال بقى في التكنيشن تيم او الانستليشن تيم او الترابل شوتنج تيم او الاوبريشن تيم ايا كان بقى انت شغال في اي تيم المهم ان الموضوع هيفرق معاك كويس جدا. تمام؟ انا مش عايز طبعا انا ما اتكلمتش في تكنولوجيز ولا في تفاصيل انا بس بوضح لك بعض التكنولوجيز اللي ممكن تاثر فيك وتاهلك انك تكون حاجه كويسه جدا في الوقت اللي احنا عايشينه. تمام؟ خليني برضو
اوضح بعض النقاط اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي. هو الماركت نيدز زي ما انا قلت لك، الماركت نيدز يتطلب 7 تكنولوجيز او 8 تكنولوجيز او 5 تكنولوجيز، ان شاء الله يا رب يكون طالب 100 تكنولوجيز جديده. مهم ابدا شوف التكنولوجي دي تتطلب منك ايه، وهل هي ديبندنت على تكنولوجي ثانيه ولا لا، وشوف هل لو انت ذاكرت التكنولوجي الجديده دي لوحدها تفرق معاك، ولا لازم تذاكر الديبندنت تكنولوجيز اللي هي ديبندنت عليها اصلا عشان تقدر تكمل. شوف ايه اللي هيفرق معاك، المهم انك لازم تبدا تفوكس على تكنولوجي جديده عشان تقدر تكمبيت جوه الماركت وتقدر تكمل، والا هيحصل عندك باك كبيره جدا جدا جدا، وهتوصل في وقت من الاوقات لو انت معاك تكنولوجي قديمه مثلا، مش قديمه خلينا نقول مثلا تكنولوجي ناس كتير جدا تعرف فيها زي الراوتنج سويتشنج. ده مش معناه ان انا دايما بكرر الراوتنج سويتشنج والتكنولوجي الثانيه الراوتنج سويتشنج كخه يعني، لا مش القصد ان انا بقارن كده. المقصد من المقارنه هو حاجه واحده بس، ان الراوتنج سويتشنج بقى بيسيكلي انفورميشن لكل الناس، كل الناس بتفهم الراوتنج سويتشنج. احنا دلوقتي لازم نبدا نفوكس ونوسع السايكل بتاعنا ونوسع طريقه التفكير بالنسبه لنا، ان احنا نبدا نفوكس على تكنولوجي جديده عشان نقدر نكمل ونقدر نعدي في الماركت ونقدر نشوف التكنولوجيز الجديده ونقدر نشوف الدنيا بالنسبه لنا ماشيه عامله ازاي. خليني برضو اوضح لكم بعض الجزئيات. انت هتشتغل فين او تشتغل ازاي مش مهم، الفكره انك تشتغل في الحاجه اللي انت بتحبها بالتكنولوجي اللي انت بتحبها بناء على الماركت نيدز، تمام؟ وخليني دايما اقول لك الفكره مش انك تسمع شخص مثلا قال لك امشي في التكنولوجيا عشان التكنولوجيا كويسه، او الشخص مثلا اخذ كورس فلاني فانت لازم تروح تاخده زيه عشان تكون عارف عن التكنولوجيا دي وتبدا تشتغل بيها، الفكره مش كده خالص، الفكره انك حابب تكنولوجيا جديده، حابب تكنولوجي ومش بس لا تكنولوجي جديده، التكنولوجي دي هتأهلك انك تقدر تكمبيت في الحته اللي انت فاهم فيها كويس جدا. وزي ما انا قلت لكم هيوصل بينا في وقت من الاوقات انه لازم تكون فاهم في كل التكنولوجيز الى حد ما، يعني انك تكون فاهم في التكنولوجي اللي هي تخصصك كويس جدا بس قادر تخدم عليها من كل التكنولوجيز الثانيه في الحته اللي تخصك فقط. يعني انت معاك تخصص اوريدي مثلا يا سيدي داتا سنتر، بس فاهم كلاود الى حد ما، فاهم فيرجواليزيشن، تعرف ايه الفيرجواليزيشن تكنيكس المختلفه، فاهم ستورج الى حد ما، فاهم فويب، تعرف انفورميشن سكيورتي الى حد ما، فاهم شويه في الديزاين، تمام؟ دي الفكره اللي انا عايز اقولها، دي الفكره اللي انا عايز اقولها، مش الفكره انك تكون يعني تمسك كل تراك تكون في سي سي اي، لا مش المقصد في كده، الفكره انك تكون فاهم في التكنولوجي اللي انت بتفهم فيه كويس جدا، بلس كمان قادر تخدم عليها من كل التكنولوجيز بتاعتها، تمام؟ وزي ما انا قلت لكم قبل كده الفكره او الموضوع مش صعب، الفكره انك بس تقدر تهندل لنفسك الطريق الكويس انك تقدر تكمل فيه. الطريق مش صعب خالص، الطريق سلس جدا، الطريق سهل جدا. بصوا الموضوع مش صعب، الموضوع مش صعب خالص، الموضوع لذيذ جدا وسهل جدا. الدنيا لذيذه في الاي تي، مجال الاي تي او مجال النتورك عموما مجال ممتع صدقوني، الدنيا فيه لذيذه. مجال الاي تي مجال ممتع جدا جدا جدا، الدنيا فيه لذيذه. طبعا كل واحد وتخصصه بقى انت بتفهم فيه ايه او الدنيا بالنسبه لك ماشيه عامله ازاي، المهم انك لازم تبدا تفوكس على حاجه. خليني اقول لكم واحد فينا شخص عايز يحبطه، او مش شخص، اشخاص كثيره جدا عايزه تحبطك، عايزه ترجعك اندر زيرو، عايزه تخليك ولا حاجه. ليه؟ لانه ممكن يكون فشل في وقت من الاوقات، ما يقدروش يكملوا اسف، ما يقدروش يكمبيتوا في الحته دي، شايف ان الموضوع بالنسبه له صعب. اركن كل حاجه ورا ظهرك، اركن كل حاجه ممكن تاثر عليك وركز في مستقبلك، ركز في الحاجه اللي هتخلي لك قيمه في وسط المجتمع اللي انت عايشه، وهتخلي لك هدف انت عايش عشانه. صدقوني كل ده مش هيجي الا لو تعبت، لازم تتعب، لازم تسهر، لازم تذاكر، لازم تقرا، لازم تسيرش، لازم تدور وتقعد مع الناس، لازم تاخد الاكسبيرينس بتاعتك لحد ما، ولازم تظبط نفسك بحيث انك تقدر تطبق شويه براكتيكال، لازم تجمع كل البوينتس دي عشان تقدر توصل للي انت محتاجه يوما ما. صدقوني الموضوع مش صعب خالص، الموضوع سلس وسهل ولذيذ وممتع، بس الموضوع محتاج شويه صبر،
محتاج شويه تركيز، محتاج شويه مذاكره، محتاج شويه انفستمنت في حاجات كتيره جدا، من ضمنها انك تنفست شويه في الفلوس، هتنفست شويه في تعبك، في مجهودك، في صحتك، في كل حاجه. المهم انك هتوصل في النهايه للحاجه اللي انت بتتمناها. صدقوني الموضوع مش صعب، الموضوع سهل جدا. خلي عندك ثقه في ربنا في الحاجه اللي انت بتعملها، صدقني الموضوع هيفرق معاك جدا. تمام، اتمنى بجد ان انا ما اكونش غلط عليكم. برضو نفس القصه، نفس السيناريو هعيده عليكم تاني. الفكره من ان انا بشرح حاجه معينه، انا مش الفكره ان انا بخش في تفاصيلها على الاطلاق، انا بشرح اكسامبل على سبيل المثال لا على الحصر، فقط كتفتيح لترتيب الافكار وترتيب الفكر وترتيب المنطقي للحاجه اللي انت ممكن تعملها وتاثر عليك تاثير ايجابي وليس تاثير سلبي. تمام، اتمنى بجد ان انا كنت قدرت افيدكم. وتاني، you must be think different when your mind stop. لازم تفكر بطريقه مختلفه لما تلاقي كل الناس ماشيه في كارير، والكارير ده لحد ما ناس كتير جدا 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 عارفاه، ابدا فوكس على كارير تاني، بحيث ان الدنيا بالنسبه لك تكون انك لما تيجي تكومبيت، بدل ما تكومبيت مع 10,000 واحد، لا كومبيت مع واحد او اثنين او ثلاثه او 10 او 100. في الحاله دي المنافسه هتكون بالنسبه لك لحد ما لذيذه ممتعه. تمام، وزي ما انا قلت لك، قارب ما بين مثلا تكنولوجي وتكنولوجي ثانيه من حيث البنفيتس بتاعتها، الفيتشرز بتاعتها، هتقدم لك ايه، مش هتقدم لك ايه، هل التكنولوجي دي جديده ايامها جايه، الموضوع هيفيدك، يفرق معاك، هيعلم منك، هيقلل منك، كل ده لازم تقارن بيه، لازم تقرا على الاقل على كل تكنولوجي شويه، بحيث انك لما تيجي تختار تراك معين يكون الدنيا بالنسبه لك ستيبل اكتر. تمام، شغل مخك تاني، فكر في جذور المشكله، وثق في حكمه ربنا، وتوكل على الله، واصبر وانت هتبقى باشمهندس. مفيش حاجه بتيجي بسهوله، وفي نفس الوقت مفيش حاجه بتيجي بصعوبه، واوعى تسيب حلمك مهما كان الثمن، عشان ممكن يكون ده اخر يوم تعيشه، فحاول تعيشه وانت بتصنع مستقبلك. خليك فاكر الجمله دي كويس جدا، خليك فاكر الجمله دي كويس جدا جدا جدا، عشان ممكن يكون ده اخر يوم تعيشه، فحاول تعيشه وانت بتصنع مستقبلك. موت وانت بتعمل هدفك احسن بكتير من انك تموت بعد ما تعمل هدفك. لا، الفرق كبير جدا، وده معناه انك هتفضل تتعب لحد ما توصل للي انت عايزه، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك سلس جدا. خليني كده، انا لفت نظري من سنه تقريبا، من سنه الا شويه، لقيت سيسكو عامله ببلش لبوست كده، البوست ده حاطين فيه واحد عنده 64 سنه ولسه دخل امتحان سي سي اي اي، وهو عنده 64 او 65 سنه مش فاكر بالظبط، المهم ان هو حاجه في السن ده، 64 سنه لسه بيذاكر وبياخد سي سي اي اي. انت متخيل 64 سنه راجل خلاص يعني بيودع وبياخد سي سي اي اي عنده 64 سنه؟ ليه احنا ما نكونش زي الناس دي؟ ليه؟ ايه اللي ناقصنا؟ مفيش اي حاجة صعبة، ده اللي انا مؤمن بيه جدا، مفيش اي حاجة صعبة على ربنا. كل اللي احنا عايزينه ان احنا ممكن نتعب. لازم تتعب، لازم تتعب، لازم تتعب، لازم تفكر كويس جدا، لازم تفكر بطريقة مختلفة، لازم تفكر بطريقة منطقية واكثر عقلانية تتناسب مع الواقع الفعل اللي احنا عايشينه، مش حاجة خيالية مش ممكن تتحقق في يوم من الايام. اتمنى بجد ان انا اكون قدرت افيدكم في السيشن دي، وانا اسف جدا ان انا طولت عليكم، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.